المدعمين المعسكرة محمد أدري عن المدعمين الحق المدني ورئيس اللجنة العامة للدفاع عن الأستاذ. يا أستاذ هذه كمؤدل الأستاذ هذه من مطلقات المحكمة واتركوها للمحكمة. من ضد حضراتكم ركزوا في طلبات المحكمة. طلباتكم إيه عشان تمركزوا هذه من مطلقات المحكمة. سعادة الرئيس احنا بنرد على من الحاضر مع المتهم الخامس الفندم سمحتنا احنا بنرد على الدفع الثقيل من دفاع المتهمين. سمحتنا سعادة الرئيس نرد على هذا الدفع اذا سمحتنا. سيادتك الحاضر الثاني بسم الله الرحمن الرحيم وبيد التعيين سيد الرئيس حضرات المستشارين يؤمن الدفاع الصحة الإيمان بأن من حق القاضي على محاميه أن يعاوده وأن يدلي بما تحميه الأوراق من حقائق وهذه مسألة أمانة علمية. أنا وزملاء أنا شأن وصفة أنه قتل عمدا مع سبق الإصرار شكم عليك قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه لا أنا جاي والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم إلى آخره. وأنا بعد إذن عدالة المحكمة من حق المحامي أن يعرف الاتهام اللي هيتكلم فريق قضاءكم وبتمجيد دراسكم عرفتم ايه هي جنايه القتل العام وما الذي يشترط في قيامها وان يكون هناك نيه اتهام روح المجني عليه. لما خرجت هذه المجاهل ليقول لي انا اشتركت مع مين من هو الضباط ليه يجهل انه صيغه القرار انه يجهل اشترك مع مجهول لأنه الآن اشترك مع مفعول المستشار وعلى ذلك يا معالي المستشار المدعين بالحق المدني خدوا فرصتهم في إبداء طلباتهم معاليك عن المدعين بالحق المدني لينا طلبات يا فندم الثالث يا فندم الثالث نعم عدل معالي الرئيس رحمن فايد طلبات يا مصمم معالي الرئيس على الاطلاع على ما ضم الى الجناية 1127 من تحقيقات ضمت لاحقة على الإحالة وعلى اتصال المحكمة بها والحاضر مع المتهم الثاني خلاص تم إلغاء الاطلاع على ما ضم إلى هذه الدعوة من أوراق غيره أضيفت لاحقة على الإحالة غيره وبعد ثانيا مع الرئيس الاطلاع على الجناية المحال إليها الجناية 1127 تم فيها السيد الرئيس السابق مع فترة كافية ومفاضلة السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لنسخها وتسليم الدفاع صورة منها إلى مناقشة شروط الإدلاء.